طب يا شيخ، السؤال الثاني، هل يجوز للزوج يعني يأخذ ذهبي بغير إذني؟ هو مضى عليه في القائمة ولا لا؟ نعم هو مضى عليه في قائمة العفش؟ نعم هو المفروض ان هو يتكتب في قائمة العفش. يعني هو مكتوب والزوج موقع ان الذهب مسؤوليته؟ اه طيب هو مستأمن عليه، هو موقع عليه يعني، لكن الأفضل أيضا أن يستأذن. نعم نعم، ماشي، شكرا جزاك الله خير، الله السلام عليكم. يكرمك، الله يبارك فيك.